بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي ما تنسوش تفعلوا الجرس ولايك وشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هنتعلم فيه إزاي نعمل الياء. الياء دي اسمها الياء الحريمي. دي ممكن تعمليها مع جاكيت، مع بلطو، مع تونيك، مع فستان، تمشي ماشي. بس في حاجة قبل ما حضرتك، دي معلومة بقى ولازم تعرفي، قبل ما بتركبي الياء لازم الأول بتكوني قافلة الريفير، سواء بقى الريفير بتاع الجاكيت أو المرد بتاع فستان حضرتك. لو هتعملي فستان طويل او فستان مفتوح من الامام ايا كان طوله، المرد بيبقى 3 سنتي. لكن لو حضرتك هتعملي فستان بمرد صغير، الطول بتاعه يعني من 20 ل 30 سنتي، ده بيبقى المرد بتاعه 2 سنتي، بيبقى الزرار بتاعه اقل من اللي هو الزرار الوسط او المتوسط، او اكبر من الصغير بدرجتين كده. خلاص، دي معلومة حبينا نتكلم فيها الأول. نيجي بقى نشوف إزاي بنرسم الأول الياء الحريمي. حضرتك تاخدي نص الياء الخلفي زائد نص الياء الأمامي، الرقبة الأمامية، الرقبة الخلفية النص بتاعها مع النص الأمامي. إزاي بقى بتقيسيها؟ آدي وليكن البطرون بتاعنا بالشكل ده. خلاص، احنا اتفقنا، قلنا مثلا ان الفستان ده هيتعمل بمرد مفتوح من قدام للاخر. زي ما قلت لكم ان لازم المرد بتاعه يبقى 3 سنتي، لان مش معقوله فستان مفتوح طويل او ايا كان طوله تعملي له مرده 2 سنتي ويبقى زر صغير، لا ما يمشيش معاه. يبقى حضرتك بتروحي عاملة المرد 3 سنتي زي ما احنا عاملين كده، ده مكان الزرارة اهو، ايا كان الطول بقى اللي حضرتك هتاخديه. خلاص، بتيجي من هنا تروحي قايسة ماسكة المزورة بالشكل ده، بخطوة خطوة مع الدوران بتاع حردة الرقبة. بصي انا عاملة ازاي، واضح بالشكل ده. تاخدي كده الجزء ده، احنا اتفقنا ان ده المرد ملناش دعوه بيه. احنا قلنا المرد 3 سنتي عشان ما يبقاش الياء مفتوحه قوي، ممكن تدخلي من هنا 1 سنتي. خلاص، تدخلي من هنا، يبقى هتقيسي من اول هنا. وصلت الفكره؟ عشان ما يبقاش معاكي الياء مفتوحة قوي، لا تروحي حضرتك داخلة 1 سنتي من هنا. انت خدتي اهو، ولازم تعلمي الخطوط كده بالمرك اذا كنت هتشتغلي على القماش او بالقلم اذا كنت هتشتغلي على البطرون. خلاص، وبتقيسي بقى، تفضلي بقى ماشية كده 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 بالشكل اللي انا عاملاه ده، وبتروحي تقري الرقم اللي هنا كام وتروحي مسجله. تيجي للبطرون الخلفي بنفس الطريقه، بس انا مش قريب من عندي بطرون خلفي، مش مشكله. البطرون برضو بتاع الرقبه الخلفيه النص بتاعه برضو بتمشي بنفس الطريقه. تاني بتمسكي المزوره كده وبتاخدي الرقم اللي بيطلع وبتجمعيه على نص الرقبة الخلفي. خلاص، يبقى الجزئية دي احنا خلصنا منها. نيجي بقى بعد كده، بتجيبي ورقة زي دي كده، الجرايد السادة اللي احنا بنشتغل عليها، بترسمي مستطيل. عرض المستطيل ده اللي هو بقى نص الرقبة الخلفية زائد نص الرقبة الأمامية اللي احنا لسه قايسينه دلوقتي.
خلاص. الطول ده كده، الطول العرض بتاعها من 8 ل 10 سنتي حسب ما حضرتك بتحبي، عايزاها يا عريضة اعمليها 10 سنتي، عايزاها وسط 9 سنتي، عايزاها صغيرة شوية يبقى 8 سنتي، حسب يعني ذوقك بقى. خلاص يبقى عملنا مستطيل طوله نص الرقبة الخلفية زائد نص الرقبة الأمامية، عرضه من 8 ل 10 سنتي. خلاص بتيجي حضرتك من هنا بتطلعي 1 سنتي وبتاخدي خط لما لا نهاية كده بالشكل اللي أنا عاملاه ده، من هنا بتروح داخلة 3 سنتي، نعمل بقى اللي هي ايه الحتة اللي نسميها ايه البوزة بتاعت الياقة. خلاص تديكي بقى حتة زي الياقة الفرهاوزن كده الرجالي، في ياقات قمصان رجالي بتلاقي فيها البوزة دي نقول عليها الفرهاوزن، ماشي، دي بتبقى 3 سنتي، وبتروحي موصلها بالشكل ده بالنقطة بتاعت 1 سنتي، عشان دي كده دي هتتقص دي، عشان يبقى بس الكلام واضح. دي خلاص دي احنا مش عايزينها، هنقص بقى من اول هنا، دي مش عايزينها خلاص هتختفي معانا، بنقص بقى كده، هنقصها قدامكم دلوقتي وراكم. خلاص احنا خلصنا من الجزئية دي، تيجي بقى حضرتك من هنا، ده بيعتبر اللي هو النص بتاع الياقة، هتعملي ايه؟ هتاخدي مثلا ان خدتي من المسافة دي وليكن 2 سنتي، يبقى المسافة دي 4 سنتي والمسافة دي 4 سنتي زي ما انا عاملة كده. طيب ليه دي 2 سنتي؟ عشان ده النص في اتجاه التاني هيبقى 2 سنتي برضو، يدينا لما تيجي تفردي بقى الياقة كاملة هتديكي ال4 سنتي، عشان لما تيجي تعملي التوسيع يبقى معاكي مظبوط، ما يبقاش من ناحية فيها توسيع ومن الناحية التانية ما فيهاش توسيع يبقى شكلها سيء يعني. خلاص يبقى كده عرفنا الجزئية دي. بتيجي بقى حضرتك تعملي ايه؟ نمسك المقص كده ونروح لفين الورقة ونروح قصين بالشكل ده، الأول نقص الباترون بقى اللي احنا عملناه، نقصه خالص اهو، احنا خلصنا كده الباترون بتاع الياقة. طيب هنعمل ايه بقى؟ خلي بالك لما تيجي انت قصيتي ممكن كمبتدئة ما تاخديش بالك تقولي من هنا هنبتدي نخيط من عند الرقبة ولا من هنا، في حاجات بالبديهي كده هتاخدي بالك منها، البوزة دي لا، يبقى ده المكان اللي احنا هنبتدي نوسع منه اللي هو من عند التوسيع اللي احنا عاملينه من تحت ده. خلاص وبرده في احنا 1 سنتي واخدينه كده، الامور معاكي تبقى ايه ماشيه صح، تخلي بالك من النقطه دي، وقبل ما تقصي تفكري انت هتقصي ازاي، لان ممكن تقصي غلط بوظت اللياقه معاكي، تيجي تركبيها لا الياقة باظت ما تبقاش مظبوطة معاك. خلاص هنيجي بقى نروح بالمقص فاتحين دي بالشكل ده لغاية، بس خلي بالك عشان ايه ما يعني ايه ممكن تقص للنهاية يتفتح منك خالص، تعرفيش ايه تظبطيه بعد كده تعبك في التظبيط. دي لسه برضه عايزين لها حته
خلاص احنا وسعنا، نيجي بقى ناخد ورقة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد ورقة تانية خلاص، ونروح حاطين دي عليها كده. بس حضرتك احنا بنعمل ايه؟ التوسيع ده بينه بالشكل ده، تحطي دبابيس كده، نمسك الدبابيس ادي، نروح عاملين كده، تظبطي خالص، تحطي بالشكل ده كل حتة تعمليها تدبسيها. علشان ايه؟ احنا خلصنا كده، مالكيش دعوة ما تدبسيش بقى دلوقتي الجزء اللي فوق، لان وانت بتوسعي من تحت من هنا تلقائي ده هتلاقيه يتدور معاكي. ده بقى اللي بيتمكن على الحردات بتاعت الرقبة. خلاص بنيجي بقى نعمل كده، تقيسي بالمزورة بالشكل ده، بالمزورة تجي حضرتك تروحي عاملة كده وتقيسي نص سنتي. بس تروحي عاملة كده، عايزين نص سنتي بس، تروحي حاطة دبوس. بالشكل ده. نيجي برضو للي بعدها نص سنتي. بالشكل ده. نحط دبوس. خلاص؟ نيجي للي بعدها نص سنتي برضو. احنا عاملين ثلاث توسعات، ادي واحد اثنين ثلاثة، ونروح بالشكل ده. هبص هتلاقي من هنا اتدور معاكي الرسمة بتاعت الياء. برضو نروح عاملين كده، تظبطي كده، تخليكي دقيقة وحريصة في نفس الوقت عشان شغلك يبقى مظبوط. ما تيجي تلبسي فستان عاملاه مظبطاه، ما حدش يقولك لا ده في غلطات، وخصوصا اللياقة، عشان في ناس برضو ما بتعرفش تظبط اللياقة. لازم تبقي فاهماها بالتفاصيل اللي انا حكيت عليها دي، وان شاء الله تطلع معاكي جميلة جدا ومظبوطة، مش اي حاجة، سهلة جدا. وبنروح مظبطين كده خلاص. تروحي بقى بالقلم تاني نعيد بقى رسم الباترون من تاني. نروح اللي احنا عاملينه ده بالقلم كده، روحي عاملة دي كده، ظبطي بقى الفتحات اللي احنا عاملينها، فتحات دي نص سنتي، تزوديش عن نص سنتي عشان اللياقة معاكي ما تفردش ويبقى شكلها مش مظبوط. نعمل بالطريقة دي كده الشكل ده كده. انت بتعيدي الباترون بتاع الياقة دي، الياقة دي اسمها الياقة الحريمي. بس حضرتك احنا وصلنا ولا لسه؟ لا لسه. ده احنا خلصناها. تروحي بقى انت خلصتيها، عايزة تسيبيها على كده وتشتغلي بيها على كده، مفيش مشكلة. عايزة تفك اللي احنا عملناه، نفكه عشان تشوفي شكله هيطلع ايه. احنا خلاص ده مش يعني احنا اللي احنا عايزينه عملناه، فممكن ايه عشان وانت بتشتغلي الدبابيس تضايقك ولا حاجة، نروح عاملينها بالشكل ده. موضوع سهل وبسيط، مفهوش اي حاجة. ادي اللياقة بتطلع معانا بالشكل ده. تروح حضرتك قصاها بقى، ونعيد تاني، تتحطي بقى على القماش
وبرده القماش بتاع اللياقة لازم تحطي له فازلين عشان اللياقة بتاعتك تطلع ماسكة نفسيها وما تبقاش ممهمطة كده، يبقى شكلها وحش. بكده احنا خلصنا الباترون بتاع اللياقة، سهل وبسيط ما فيهوش حاجة. خلاص نيجي بقى ازاي انت بتركبي اللياقة دي على التونيك او الفستان او الجاكيت او البلطو. نيجي نشوف ازاي. انا عاملة لكم نموذج مصغر كده بس عشان اوريكم تعملوا ايه. انا طبعا يعني سربته كله بس هروح فرده كده عشان حضرتك يعني تشوفيه على الطبيعه. بص حضرتك، انت بتجيبي قطعه قماش تعملي منها سجاف. ليه؟ عشان حضرتك لما تيجي طبعا احنا عاملين المرد 3 سنتي وبنسيب قدامه كمان 3 سنتي عشان لما بتيجي تتني كده اهو، ده بعيد عن الحسابات بتاعة الباترون او التونيك او استنى انا هوريكم حاجه كده زي ما انا عملت لكم قبل كده. ده ادي الزراير دي، ده بدايه الخط النص بتاعنا بتاع الامان، ملناش دعوه بيه. بنروح ضايفين عليه 6 سنتي 7 سنتي 6 سنتي لان المرد بتاعنا 3 سنتي. طب 7 سنتي ليه؟ عشان لو هتقفلي اوفر. طيب مكنه الاوفر ما مش متوفره عندك، مش قريبه منك المكنه بتاعتك، فيها الزئزاق اللي هي بتعمل اللي فيها كذا عمليه دي، بالزئزاق بتروحي ماشيه بالمكنه على الحروف بتاعه القماش هنا كده عشان الفتل دي ما تبقاش شكلها سيء في التشطيب بتاعك بتاع الفستان. خلاص خلصنا في المرحله دي. نيجي بقى احنا خدنا قطعه قماش طبعا عملناها بالفازلين زي ما احنا عارفين عشان تبقى ماسكه نفسها، اي بتاع دوت ياقه بتعمليها تحط لها فازلين، مرد بتعمليه تحطي له فازلين، سجاف بتعمليه حطي له فازلين. دي لازم قاعدة تبقى عندك معلومة ودايما يبقى متوفر عندك، تجيبي مترين متر أبيض ومتر أسود خليهم عندك في البيت في أي وقت تحتاجيهم هتلاقيهم تحت إيدك. خلاص بتيجي حضرتك بتروحي عاملة تحطي بقى القماش الوش على الوش. خلاص وبتروحي قصاه بالشكل ده، تحطي بقى على القماش أو الباترون حسب ما انت شغالة وبتروحي قصاه بالشكل ده. خلاص طيب نيجي بقى هنمكن ونقلب. اولا احنا عاملين السجاف بتاعنا لغايه هنا اهو. خلاص انت مش هتمكني بقى كل ده، كل ده مش هيتمكن. يعني ايه انت يعني مش هيتمكن؟ مش هيتمكن مع المرد، مالكيش دعوه بيه خالص. احنا هناخد لغايه المرد بس هنا اهو، نبتدي تمكين الجزء ده زي ما انا مسرجه كده. وبتروحي حضرتك قصاه بالمقص كده، واضح اهو. وبتروحي قلبه بقى بالشكل ده. ليه احنا هنا عملناه بالشكل ده وطويل؟ هقول لك ليه. عشان لو حضرتك جيتي تنيتي المرد بالشكل ده خلاص وطبعا بتخيطيه لغايه هنا عادي، طب والجزء ده هيبقى شكله وحش جدا. لما تيجي بقى لو فتحت الزرار الفوقاني ده هيبقى، بصي ادي احنا همكننا هنا وهتحطي كده، هيبقى من هنا المرد ضعيف معاكي. لكن لما احنا بنعمل السجاف بالطريقه دي بناخد من عند الكتف هنا 2 سنتي او 3 سنتي. خلاص هنا بقى
هقولك هنعمل ايه. الجزئية دي احنا ما بنخيطهاش، اهي سايبة اهي زي ما انتوا شايفين. بنيجي لغاية هنا اللي هو المرض. بص حضرتك بالشكل ده، بس احنا مش هيتني دلوقتي، احنا سرجنا الجزء اللي هو بتاع المرض او مكنتيه بالمكنة خلاص. وبتروحي قلبة، الخطوة دي مهمة جدا، بتروحي قلبة بالشكل ده. هبص حضرتك بقى لما جيتي تقلبيه، هبص اهو هيبقى بالشكل ده. اظبط لكم بقى الاتجاه ده عشان ايه، انا مرضتش اقصه ولا بتاع، انا قلت ايه عشان تعرفي خطوة خطوة كده ده بيتعمل ازاي. لكن لو سبتي المرض ما عملتيش السجاف اللي هو دوت اللي بيتاخد من عند الكتف وهتركبي الياقة، لا الياقة هنا هيبقى شكلها مش حلو. لكن انا بالطريقة دي هيبقى الجزء ده كله متغطي معاكي وماسك نفسه خلاص. الجزئية دي عرفتيها، لما بتيجي بقى تمكني الياقة بتاخديها من هنا زي بالطريقة دي، بتروحي بقى ماشية، بس طبعا الورق مش هيلف معايا خلاص. وبتروحي بص بقى البوزة بتاعته بيبقى عامل ازاي، احنا خدنا هنا 2 سنتي بس من المرض، يعني خدنا منه 1 سنتي ابتدينا من عنده عشان ما يبقاش البوزة دي مفتوحة معاكي. بص هيبقى بالشكل ده معاكي خلاص. نيجي بقى نكمل بقيت ازاي ان انت تكملي السجاف. احنا خلصنا الجزئيه دي، طبعا انت لما بتمكني الياقه بتمشيها بالشكل ده على طول ومن الخلف لغايه الاتجاه الاخر وبتلفيها. انا هوريكم عملي تركيب الياقه دي ازاي، بس احنا النهارده عرفنا ان هي بتتعمل ازاي، المرض وليه احنا بناخد السجاف بيبقى بالشكل ده. سرجناها وبيبقى بالشكل ده. بص حضرتك حتى لما تيجي تفتحي الزرار او الجاكيت بيبقى بالطريقه دي، باين كده. وبيبقى معاه الياقه بالشكل ده. لو انت عايزه اللي مفتوحه بتبقى بالشكل ده، عايزه الزرار بتاعك بتبقي قافلاه بتبقى بالشكل ده. انا مدياكي كل التفاصيل يعني اللي انت محتاجاها في التمكين تخيطيها، تخيطي بيها ازاي. خلاص احنا عملنا كده، مكنتي بقى بتيجي حضرتك نشوف بقى الجزئيه الثانيه. احنا خلاص عملنا الخطوط بتاعتنا وعرفنا دي بتروحي قصها كده، دي بنقصها ليه برضو عشان لما تيجي حضرتك تقلبيها بالشكل ده. يعني بصي دي كل دي تفاصيل صغيرة ولازم اني انا اعرفها لك. هبص حضرتك لما كده اهي تبقى سهلة، تيجي بقى تمكني تروحي مسرجة الاول مظبطة كده وتروحي ممكنة الياقة بتاعتك دي. انا هقصها لكم على قماش عملي واركبها لكم عملي على اساس ان تبقى الفكرة واضحة معاك، بس أهم حاجة اللي إحنا عملناها الخطوات دي وتركيب الياقة سهل. يعني أنا ممكن أعمل لكم النموذج بتاعها دلوقتي مفيش مشكلة. بتيجي تروحي فاتحة دي بقى كده خلاص، بعد يعني أنت حضرتك أهي تروحي ممكنة بقى لغاية هنا بس تاني، تروحي قلبها كده. لما تيجي احنا خلاص احنا الجزء ده مش عايزينه، الجزء ده مش عايزينه، احنا مكملين بيه المرض لتحت. طبعا انت بتعمليه اطول من كده بشويه ماشي، احنا مكملين بيه المرض بتاعنا. طيب لو سيبناه كده هيتكلكع
هيكلكع معاك. يبقى بحضرتك تروحي قص الجزء ده مع الجزء ده، وتسيبي حساب الخياطة اللي انت هتخيطي يعني بالشكل ده. حضرتك هنقص كده خلاص، وتروح عاملاها بالشكل ده. بوريها لك عملي تكه تكه. معلش تروحي حضرتك المرد الاساسي الجزء بقى ده تروحي قصاه بعد ما تظبطي كده، ملناش دعوه بيه ده خلاص. بتروح حضرتك عامله كده، انا بديهولك بطريقه بسيطه على اساس الموضوع معاكي كده، وبتروحي ممكناه بالشكل ده. احط لكم دبوس برضو عشان يبقى ايه. طيب خلاص الجزئيه دي وضحت. نظبط كده برضو ده، تمسكي بوز المقص المقص كده وتروحي عاملاه كده، روحي مخرجه الجزئيه دي بالشكل ده، هتلاقي الموضوع معاكي سهل. هتبصي بقى حضرتك بتطلع بالشكل ده. طيب احنا هنسيب دي كده؟ لا ما نسيبهاش كده، نيجي بقى نظبط بقى الدنيا معانا. تاخدي بالمرك او القلم بالشكل ده اهي، لغايه ما توصلي عند الجزء اللي هو بتاع المرد هنا. طبعا دي بتمكنيها على المكنه. الجزء بقى دوت الزياده ده عشان احنا عايزين المرد والسجاف اللي احنا مكملين بيه يبقى ايه ماشي كله مع بعض. روح حضرتك قصه كده الزيادات اللي ملهاش لازمه دي، وتروحي طبعا مقفلاه بالاوفر عشان يبقى شكله نظيف. وبكده احنا عملنا السجاف، وريتك السجاف بيتعمل ازاي بطريقه سهله ومبسطه ودقيقه في نفس الوقت. ويعني انا بعلمكم زي ما اتعلمت، انا اتعلمت بالاسلوب ده بالشكل ده واحده واحده. انتوا بقى الجيل السريع بقى بتاع التكنولوجيا، فعايزين كل حاجه سريعه سريعه، فانا بديكم كل حاجه بالراحه كده عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم وتقدروا تتعلموا وتعملوا الحاجه صح. خلاص يبقى احنا فهمنا كده الجزئيه دي بتتعمل ازاي. ادي اللي بتمكني بقى، طبعا مش بتمكني وهو مقفول كده، لا انت بتفتحي المرد ده، انا حاطه الدبوس عشان اهي، بتروحي بتفتحي المرد بالشكل ده وبتروحي ممكنه خلاص. لما بتيجي تعملي دوت بتاع فستان يعني، اذا الزرار هيبقى هنا اهو، الزرار بتاعنا هيبقى هنا اهو. استني انا ممكن ده الزرار بتاعنا هيبقى هنا خلاص. ده مش ريفير حضرتك، بعد ما مكنتي تروحي داخله بيها بالشكل ده، وطبعا مع المكوه بقى تكوي الحاجه، يا ريت تبقى واضحه. بتدخلي كده بتاع بونت كده او نص بونت لجوه عشان خاطر ما يبقاش كده شكله مش ظريف، لكن لما تعمليه كده هيبقى بالشكل ده. وهنا بتروحي ممكنه بقى الياقه بتاعتك، بتعملها هوريك ازاي بقى الياقه تركبيها. احنا عملنا النهارده الباترون وفهمتك ازاي بتعملي السجاف بتاعها الياقة بتاع دوران الرقبة والمرد، وما تنسيش الفازلين يتحط على سجاف مرد ياقة اسورة، لازم الفازلين خلاص. موضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجة. وبكده يبقى احنا اخدنا النهاردة في الفيديو ده المرد
الياء الحريمي. يا رب يعني أكون قدرت أوصل لكم المعلومة، ولو في أي استفسارات أنا هرد عليها، وربنا يوفقكم إن شاء الله. أعمل لكم فيديو لتركيب الياء. السلام عليكم.